الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم بعون الله تعالى تشكيل لواء صخور الصحراء. الله أكبر. التابع للقيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية، المجلس العسكري الثوري في محافظة الحسكة في المنطقة الشمالية، والذي يضم كل من الكتاب التالية: كتيبة البرهان، الله أكبر، كتيبة الصديق، الله أكبر، كتيبة درع الوطن، الله أكبر، كتيبة جند الله في الأرض، الله أكبر، كتيبة عز الدين الصياد، الله أكبر، كتيبة أحرار عمودة، الله أكبر، كتيبة الشهيد حسن الخلط، الله أكبر، كتيبة جند الإسلام، الله أكبر. وندعو الكتاب الأخرى إلى توحيد الصف للقضاء على فنون النظام المجرم الذي أهلك الحرب والنسل وأفسد في البلاد والعباد، ولرفع الظلم عن المستضعفين في الأرض، وإقامة العدالة الاجتماعية، وإرجاع الحقوق لأهلها. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما النصر إلا من عند الله. تكبير الله.